السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم 12 مارس 2024 ثاني أيام رمضان. اليوم قمنا من الصباح شفنا انتصار كبير جدا 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 للجيش. اليوم كان القضاء على معظم او 99.9 من جنجويد الموجودين في مدرمان. شير يا جماعة، 99.9 من الجنجويد الموجودين في بندروان، أكثر من 125 عربة تابعة للجنجويد بين مدمرة وبين مستلمة. الاستلام الحي 35 عربية، استلام حي، استلام حي كده رجالة كده 35 عربة، استلام كده بالعديل استلام خمسة. يا جماعة الحاجة اللي حصلت دي ما حاجة جات صدفة ولا حاجة جات، لا لا، الجيش كان عنده معلومة، وكانت المعلومة انه الناس دي جايين فتحوا لهم الطريق يا جماعة عشان الناس تكون عارفة. جابوهم في الحتة القاعد فيها الشيطان. الشغل اللي حصل ده امس اكبر كمين للقوات المسلحة ضد الجنجويد، كمين محكم بتفاصيل التفاصيل، ما شغل مواجهة وجاء، لا لا، ترتيب دقيق جدا 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 من استخبارات واعية. يعني الشغل ده امس كان ترتيب دقيق جدا 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 جدا، لا فيه شك ولا فيه طق، لا فيه معلومة سربت ولا في زول عارف. العربات دي اتجمعت كلها اتجاه ابو سعيد والمناطق دي، كمية بتاعت عربات كل الجنجويد في اللي زاعت جوا والبرة كلهم اتفقوا على اللحظة دي. المعلومة كانت عند الجيش كاملة الدسم، كانت عنده، كانت عنده كامل الدسم. ناس دي لموا عتاد، لموا شيت، لم كل حاجة، ما خلوا حاجة، وجو بمواطرهم بتاتشراتهم بأجهزتهم بتاعت التشويش بكل حاجة. الناس دو جو فاكرين انه خلاص انه الليلة حيعملوا لهم ضربة وحيدخلوا وحيرجعوا تاني مدرمان القديمة، حيرجعوا مدرمان القديمة وحيمشوا صوروا في الكوبري وحيطلع بقال ربع الكلتش حيقول لك احنا هنا واحنا انتصرنا والكلام ده كذب. الجيش كان واعي امس والجيش صاحي. التحية والاحترام لتكساس، التحية والاحترام لهيئة العمليات جهاز مكافحة الإرهاب حاليا، التحية لأبو طيرة، التحية للقوات المسلحة، التحية للعمل الخاص. الشغل ده كان مرتب ترتيب دقيق. شفنا يا جماعة الكمين ده كيف في أطو منطقة، لاحظ المنطقة اللي حصل فيها الكمين منطقة مفتحة، جابوهم في حتة سهل البلع حقهم والجغم حقهم. الناس ذيل انجغموا بطريقة بشعة جدا جدا، ما في، اغلبيتهم تلبوا في البحر. الناس جوا الموت، الماتوا جوا البحر اكثر من الماتوا برا. الماتوا جوا المويه، الماتوا جوا المويه بعدم معرفته للعوم اكثر من الناس الماتوا برا المويه، ماتوا برا المويه، لانه الجيش كان جاهز، الجيش كان صاحي، الجيش كان متوقع، الجيش كان مرتب، الجيش كان جاهز لهم مسيرات فوق وتحت، كل حاجة جاهزة. الناس دي لما دخلوا في المصيدة خلاص هنا دخلوا في المصيدة، القصة انتهت. أكبر قوة ليون انتهت من درمان، وباعتبارهم درمان الآن محررة رسميا، رسم فهمي نظمي، ومدرمان محررة رسميا. ما تقول لي الصالحة ومصداق كله كلام لمون، امس كلهم ناس الصالحة كلهم لمون، الفي صالحة لموه البعد، كله 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 لمو امس، كله كله تعرس امس، عرس جماعي، امس عرس جماعي هنا بدرمان،
هنا السودان، هنا التاريخ، هنا التاريخ بيتسطر. يوم حيكون بيت البيكا بيوين لكل جحاطي، بيت البيكا بيوين لكل عميل، لكل مرتزق، بيت البيكا بيوين للناس اللي ما عندها اخلاق اللي بتفتش عن الهدن، بيت البيكا بيوين للناس اللي دارين يوصلونا ليه لمساومات. احنا عندنا جيش وعندنا قوات نظامية، عندنا اولاد حلال بيعرفوا وطن يعني شنو، بيعرفوا عرض يعني شنو، بيعرفوا شرف يعني شنو. انتصرنا 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 انتصرنا. وام درمان ما بس اذاعه، لا لا، ام درمان دي تاريخ، ام درمان دي حاضر مستقبل، ام درمان دي اللي كانوا كل قوتهم جوا، اجهزتهم جوا، حاجاتهم جوا، ما عندهم حاجه الان. الان ام درمان كلها، اقول لناس ام درمان، ام درمان اتحررت، الدائر يرجع يرجع، ام درمان حره، صالحه ما فيها ولا المربعات فيها ولا خلاص، الموضوع انتهى. ام درمان كامله الدسم الان في ايدي القوات المسلحه، ما زال بتاعت وقت، وتشوف بعينك الليله الجيش، بكره الصباح تلقى في الصالحه، الفيديو الجاي بيجيبوا لك من الصالحه، لان القوات كلها انجغمت موت بالجمله، اكثر من 200 مرتزق طالع من اللي انجغموا، دنيا زايله وزايل، كضيبه وزايل، طلصه وزايل، قحاطيه وزايل، عمالته وزايل، حمدوكه وزايل، عرمانه وزايل، سيليكا وزايل، كل نجاستها. قصه انتهت، حسمت في الميدان، حسمت في الميدان بامر الجيش، بامر اولادنا. يعني ما يطلع يقول لك والله العظيم ان احنا لازم تنتهي بمكاتب وتسوية زي ما قال ابراهيم جابر رمز. الحاجة اللي حصلت دي درد لابراهيم جابر، درد لابراهيم جابر، درد يا ابراهيم جابر. احنا ما بنرد عليك، بيردوا عليك جنودنا، بيردوا عليك الجيش حقنا اللي بنعرفه. قال لك ما في رد في مكتب، الرد هنا في الميدان. شاء من شاء وابى من ابى، شاء من شاء وابى من ابى. الرد قال لك في الميدان. تعرف في الميدان يعني شنو؟ يعني بل بس، يعني المكتب ده ما بنخشه الا عشان نبارك، المكاتب دي ما بنخشها الا عشان نقول مبروك، لكن ما بنخشها عشان نتفاوض كيف توقف الحرب، كيف ولا يطلعوا كيف، ده ما في. المكاتب دي ما بتتخش الا عشان نبارك للقياده، نقول لها مبروك، لكن ما عشان نتفاوض مع ناس دمروا عملوا سووا اي حاجه سيئه عملوها. الان ام درمان حره، الان ناس ام درمان يفرحوا، المهندسين، الفتحاب، كل الناس ترجع. والله العظيم ارجع واحضر الليله، الفرحه كانت كيف ام درمان، والله الليله بيكا بالدموع، والله الليله بيكا 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 ما طبيعي. في ام درمان كانت فرحه كبيره جدا جدا جدا، الناس كلها انبسطت، البلد جات يا جماعة، البلد جات. اللي مر طيب، الآن أم درمان تحت السيطرة، اللي زعوا التلفزيون تحت السيطرة، كده المواضيع بدأت تترتب والأمور بدأت تترتب، وكده بإذن الله تعالى مكملين ومنتصرين. الخسائر كبيرة، الخسائر حقت الناس دي كبيرة. أنت أول مرة مما بدأت الحرب تشوف خسائر في حتة واحدة قدرتي خسائر. ليه؟ لأنه كان الترتيب دقيق. انت لو لاحظت الصورة اللي نزلنا لك، اول المشهد نزلنا لك صورة، قلنا لك هنا محلات الكمين، هنا كان الكمين، الكمين ده لما حصل كان جاهز في الزمن، المكان كان جاهزات، كان خسائر كبيرة، ما طلع الطلع ده وقع البحر، الطلع منه وقع البحر، يعني اللي بيطلع منه بيقع البحر، كان محكم في حتة محددة. شفت الخسائر بعينك، شفت العربات، شفت الناس ذي اللي انجغموا بشنو؟ انت براك لما شفت الفيديوهات، الناس ذي اللي انجغموا بشنو؟ انجغموا كيف؟ الناس ذي اللي هون هاجمين حينجغموا كيف؟ فكر شوف، معناته الجيش عنده علم، عنده معلومه، الجيش عمل لهم كمين، قدر استدرجهم، قدر جابهم، انتصرنا انتصرنا انتصرنا. أم درمان مبروك، الأحرار مبروك، الشرفة مبروك، قواتنا مبروك، وبإذن الله مكملين.
نمشي يا جماعة لحاجة عشان ما الانتصار ده ياخدنا لزعلة جديدة وياخدنا لحزن جديد وياخدنا لأننا نفقد منطقة جديدة. الليلة مع دخول الجيش لأم درمان وسيطرته على الإذاعة والانتصار الكبير ده اتفتحت جبهة جديدة. الناس ما تقعد تفرح وتقعد احنا قبل كده في رحنا فقدنا الجزيرة. في رحنا فقدنا نيالة. في رحنا فقدنا وين. الآن لأول مرة منذ 11 شهر ونص يا دوب الليلة الجنجويد لأول مرة يدونوا سنار جوا. أول مرة الليلة الجنجويد يدونوا سنار جوا. الموضوع ده خطر جدا جدا جدا. الخطورة في شنو يا جماعة عشان الناس تنتبه والناس تعرف. نحن عيننا صاحية. في ناس في سنار أهلهم في الجنجويد الليلة لموا حاجاته وطلعوا وقالوا الجنجويد جايين بكرة سنار. أنا المعلومة دي رفعتها وبقولها لكم عشان الناس كلها تكون عارفة. الليلة اتدونت 4 مناطق تدوين من الجنجويد في من ود الحداد دونوا سنار. أين الجيش في سنار؟ ده السؤال. الجيش وين في سنار؟ ما تيجي تقول لنا بعدين احنا انزلقنا وقال لنا اطلعوا. احنا ما في حاجة اسمها تاني احنا انسحبنا، دي ما في. ما في حاجة اسمها الجنجويد احتل لغري هناك، ده ما في. ده ممنوع، الناس تكون صاحية يا جماعة. اسمعوا الكلام ده كويس، لأول مرة الجنجويد يدونوا سنار. دونوا 4 مناطق في سنار. في خبر من الناس أهل الجنجويد طلعوا عديل، طلعوا قالوا ماشيين الناس زي الجايين، أهلهم عديل قالوا الناس زي الجايين. كلام ده حقيقة 100%. عشان كده بنرسل رسالتنا للقيادة. سنار. لازم القيادة تصحى، لازم القيادة تمشي تهاجم الناس ديل اللي تجمعوا الآن. الآن الجنجويد يتجمعوا بكميات كبيرة. ما يسوقنا الفرحة فرحانين انتصرنا في مدرمان والإذاعة والتلفزيون ومبروك، لكن انتصارنا ما بخلينا نفرط في منطقة تانية. الآن سنار. لا بقول لك القضارف، لا بقول لك، بقول لك سنار. لأنه لأول مرة عندك الناس في سنار بيقول لك جانا تدوين. يا جماعة سنار بتتدون. سنار يتم تدوينها. لابد أن الجيش الليلة انتهي من القصة دي. طالما الجيش انتهي من القصة عشان ما نقعد نقعد بكرة نبكي ونقعد نقول ليه والبايع منه والخايم منه. الناس تكون صاحية، الناس تكون واعية. القيادة في سنار، القيادة في بورسودان، القيادة في كل سنار. لازم التعليمات تكون لسنار. لازم الناس تصحى في سنار. لأنه الناس ذي اللي تجهزوا والناس ذي اللي تجمعوا وداخلين سنار. عندهم التدوين جربوا التدوين. جربوا دونوا في سنار 4 مرات. لأول مرة 11 شهر يا دوب الليلة أول مرة يجي تدوين في سنار. عشان ما يسوقونا بفرحتنا احنا فرحانين ومنتصرين وعارفين. لكن الخاين ما بنأمنه. طالما في زول بيقول لك في فوق قيادي ورجل رابع في الدولة بيقول لك انه الحكاية دي بتنتهي بمكاتب، احنا ما حنسق. ما عندنا ثقة. امس الكلام ده قاله ابراهيم جابر في لقاء. بكل قلة أدب وصفاء قال الكلام ده. قال بتنتهي بالمكتب. مكتب منو يا إبراهيم جابر؟ أولادنا بموتوا، ضباطنا الشرفة أولاد الحلال بموتوا، بيستشهدوا عشان وطن، ما عشان رمم زيك يطلعوا يقولوا بالمكتب. مكتب ده ما في. أفهم الكلام ده كويس. أنت ما بتمثل إلا نفسك. انت ما بتمثل الا الهالك اجابك خطاك. لكن انت كشعب سوداني والله ما بتمثل ولا بتمثلنا ولا بتمثل مؤسسة عسكرية.
الكلام ده تخطه فيه راسك. الحرب دي بنتجي في الميدان زي ما بجيب أولادنا. انت عليك ولا الحرب؟ انت من رجالة؟ انت راجل من رجال الحرب؟ انت يا هو كديس بتاع مكتب؟ انت كديس بتاع مكتب؟ الحرب دي نهاية انتصار كده باين في الميدان زي الحصل أمس ده. والشعب السوداني ما بيرضى إلا بانتصار حقيقي، لا بيرضى بلف ولا بيرضى بدوران ولا بيرضى بمكاتب ولا بيرضى بأي اتفاق. ما عشان تنغي زحلك وتطلع جماعتك وتطلع أخوك وتطلع نسيبك جاي تقول مكتب. مكتب في راسك الكبير، مكتب يا نتن يا قذر، يا ما عندك أخلاق، يا ما عندك دين، يا ما عندك شرف. مكتب بعد الثمن الدفعنا ده كله ما في مكتب، موضوع منتهي. الليلة اللي زاعه جاب وبإذن الله تعالى سنار تتأمن، بإذن الواحد اللحد سنار تتأمن، بإذن الله تعالى سنار حتتأمن. واللزاعة مفتاح الانتصار، لزاعة يا هو الانهيار التام. الليلة الجيش بخش، الليلة في صالحة، الليلة في صالحة، والليلة لو دار يخش القنيل بخشها، والليلة لو دار يخش المصفى بخش الليلة، لأنه ده انهيار تام، لأنه المنظومة حقتهم كلها في الخرطوم في اللزاعة، غرفة السيطرة التامة العام كلها في اللزاعة. انهيار اللزاعة، انهيار المنظومة تحت الجنجويد نهائيا. أنا بقول لك اللزاعة انهارت، الجنجويد انهاروا في كل مكان. الآن دارين يفتشوا عيون في منطقة تانية، الناس تفت عيونها، الناس تعرف، الناس تراغب، الناس تقيف، الناس تدعم جيشها، الناس ما تستمع ليه. القيادة اللي ما بتمثلك ما تشتغل بيها. احنا الجيش ده عندنا ناس بيمثلونا، قيادات احنا بنعرفهم ديل حقيننا، بيشبهونا، افكار زينا، كلام زينا، ديل بيقولوا كلامنا اللي احنا دارين نقوله. لكن لما نطلع واحد يتكلم، أمس أقسم بالله العظيم كثير من الناس، الشعب السوداني نايم زعلان، نايم زعلان بس عشان الجملة قالها إبراهيم جابر أنه الحرب دي نهايتها مكاتب. نفس لغة خالد سيلك ونفس لغة عرمان ونفس اللهجة، نفس اللهجة، نفس الـ نفس الـ نفس المضمون، نفس الفكر، بس كوبي بيست. نمنا زعلانين، ربنا سبحانه وتعالى من فوق قال لا كوني وكانت، عشان يقطع لسان إبراهيم جابر، عشان يقطع لسانه. شعب السودان القاعد يدعو في الحرم، بيدعو، نزلنا الفيديوهات، اي زول ماشي عمره قاعد يدعو، واي زول بيفطر شاي التمره بيدعو، واي زول صايم بيدعو، واي زول، كل الناس قاعده تتضرع لربها انها تنتصر، انها تهزم الجنجويد، وكلها داعمة وواقفة. يطلع واحد في لغاء مدفوع الغيمة، مدفوع التكاليف، يطلع بكل قلة أدب، بكل قلة أدب ونتانة، يطلع يقول لك إلا مكاتب. تقول هو قاعد في الميدان وبحارب، تقول هو شايل الدبابة، سايق الدبابة وواقف قدام، تقول هو من الرجال اللي بعارف حارب، يعني شنو؟ دي الحقيقة. همس كثير من الناس نايمة زعلانة بالموضوع ده، وكنا الليلة حنتكلم فيه وكلام كثير، لكن الرد جانا من قواتنا المسلحة، جانا من هيئات عملياتنا، من جيشنا، من أبو طيرة، من تكساس، جانا الرد الليلة، ولينا نحن ولإبراهيم جابر جانا الرد بيان بالعمل. الكلام قصره، انتصار في الميدان دغري، لا لف لا دوران، جيشنا قادر، جيشنا قادر. شفنا الملحمة اللي حصلت، الفطايص اللي حصلت الليله، والله كميه ما 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 طبيعيه. انا قلت لك مما بث الحرب، جغمه زي دي ما حصلت. اسمع الكلام ده كويس، شفت من الحرب دي ما بدت جغمه مرتبه موزونه زي الجغمه اللي حصلت دي؟ ما حصلت ولا حتحصل، لانه جغمه كانت بمنتهى الدقه بالملي، يعني جغمة بالملي. الرد جدا، والله العظيم ده كفيل بأنه يخرص إبراهيم جابر، ويخرص القحاطة، ويخرص الجنجويد، ويخرص المجتمع الدولي، ويخرص حمدوك، ويخرص أي زول داير احتل السودان. احنا انتصرنا على 8 دول،
دخلنا الاذاعه، انت الاذاعه ما اذاعه، اذاعه 8 دول، اجهزه احدث اجهزه بتاع التشويش، احدث شبكات، مغاتلين من جميع الدول، جميع النخبه بتاعت الدول، الصفوه بتاعت الدول جايبينها هنا في الاذاعه، كلها انجغمت، كلها انجغمت، انجغمت كلها. نحن الليله فوق في السماء ترن معنويات، الليله الشعب السوداني معنويات ترن فوق في السماء، في السماء فوق ترن. ده جميل منه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان ابراهيم جابر، لانه ابراهيم جابر دار يكسر المقاديف، دار يحبط المعنويات بتاعت الجيش، لانه زول فاشل، لانه فاشل، لانه جنجويدي، لكن خايف يقول جنجويدي، ودي الحقيقة. ابراهيم جابر جنجويدي، جنجويدي جواه جنجويدي، لكن ما راجل بيقدر يقول جنجويدي، داري يساعد الجنجويد من جوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب الرد في الميدان، بنبارك للشعب السوداني، بنبارك لقواتنا المسلحة، بنبارك للنازحين، بنبارك للاجئين، للناس المشردين، للناس اللي بيعانوا في الجزيرة، للناس المنتظرين الانتصار. بنقول لكم دي البداية، والجاي انتصار كامل شامل، الجاي انتصار، والله الجيش جاهز، والله انتصار الإذاعة ده، والله حيفرتق الجنجويد في كل مكان، في كل مكان، وحتشوفوا بعينكم الليلة وبكرة حتشوفوا انتصارات، حتشوفوا اكتساح تام، اكتساح تام تام تام. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى صاحيين وواعيين، وناس النار، ناس النار، أبقوا الصمود، أبقوا الصمود الليلة، لأنه الناس ديل ناويين يا الجيش يطلع يدافع وينتهي من الناس ديل برا، عنده كل المهاجمات. الله يديكم الصحة ويديكم العافية، وألف مبروك ومليون مبروك، وبيت البكا وبين يا قحاطة. سلام عليكم.